شكرا ليك كابتن محمد فاروق، ضيوفك الكرام كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ربيع ياسين، كابتن عادل عبد الرحمن هنا من استاد القاهره. واثناء اجراء طبعا لاعبي فريق النادي الاهلي عمليات الاحماء استعدادا لمواجهه الزمالك، يمكن في هذه اللحظه سعدني ان يكون معي الاستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. بالتاكيد استاذ عصام برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي في هذا الحدث المهم، مباراه القمه. لكن في هذه اللحظات واحنا معاك على الهواء، لقطت جمهور فريق النادي الاهلي وهو بينده على حسام غالي. طبعا الكابتن ونجمهم العظيم واستحق اكثر من اشاده، وراح كمان لجمهور الزمالك وحضراتكم طبعا اكيد شايفينه، حاجه كبيره وحاجه جميله هنستكمل بيها حاجه اتكلمنا فيها انا وانت. قمه هي كلاسيكو العرب، هي كلاسيكو القاره، ايضا هي كلاسيكو الشرق الاوسط، ومع ذلك لا تجد ممر شرفي في وجود الكبار الاهلي والزمالك، تحكيم مصري وتلفزيون مصري وقنوات مصريه واعلام مصري هو دائما ما يمكن ان يكون موجود معنا في هذا المحفل ومن استاد القاهره. كنت اتمنى، الحمد لله اليوم جميل، لكن كنت اتمنى ممر شرفي والدرع يظهر النهارده. استاذ عصام، النهارده ختام الدوري مباراه قمه، واتحاد الكره كان حريص ان هي حتى لو بقت مباراه محمد. بالفعل انت نفسك وافيتني على ده، واحنا بنتكلم وبنقول يا اليوم ده كان محتاج التجميله دي، صح؟ تسليم الدرع النهارده بطل الدوري بيختتم مبارياته في الدوري، اي نعم هناك مباراه مؤجله في اواخر شهر مايو تحصيل حاصل، لكن النهارده مباراه جماهيريه، ديربي الكل بيتفرج عليه بالتاكيد، فكانت تبقى افضل. صحيح صح، ده كلام كان هيبقى مهم، لكن خلينا ناخد من اللقطه دي حاجه كبيره قوي، ان ينادي جمهور الزمالك على الكابتينو، فده شيء الحقيقه في القلب، ده شيء يجب انه يبنى عليه من الان، لان احنا بقبل جمهور عائد للملاعب لا محاله ان شاء الله، خاصه مع منازلات الاهلي الافريقيه. عدد الجمهور، وده سؤال اخير استاذ عصام، عدد الجمهور الموجود دلوقتي داخل استاد القاهره ما بين جمهور الاهلي وجمهور الزمالك 500 الى 500، في روح بس روح بسيطه داخل استاد القاهره، نقدر نقول مؤشر للادوار النهائيه في كاس مصر، خاصه الاتحاد الكره بيطالب وحريص، فنتمنى للكاس حتى يكون في حضور جماهيري اكبر من كده. اعتقد انه عند رقم 3000 هتكون الحسبه معقوله، وتكون مبشرة كمان يا محمد بموسم إن شاء الله أكثر من رائع، خاصة أنه يعني دماسة الجمهور النهاردة وطريقة الدخول والأمن، الحقيقة مديرية أمن القاهرة وقبل وزارة الداخلية، والله بجد النهاردة شغل غير عادي من أمن القاهرة، بالفعل لم يكن هناك أي ملاحظة لا من الجمهور ولا من الإعلام، شيء الحقيقة عبقري يبنى عليه فعلا كلاسيكو. نتمنى أن يسعدنا بقى بمستوى فني يليق، وكباتن في الاستوديو أكيد بعد ما يقروا التشكيلين هيقولوا لنا إزاي ممكن يتفوق أحد الطرفين. شكرا جزيلا استاذ عصام. شكرا. عودة من جديد إلى الكابتن محمد فاروق بعد هذا الحوار والحديث مع الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي، والحديث عن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وختام الدوري، ممر شرفي، تسليم الدرع، بروتوكول كان هيبقى مهم جدا في ختام هذه المسابقة. إليك الكلمة كابتن محمد فاروق. أشكرك يا محمد، وبشكر أستاذ عصام شلتوت كابتن عربية، وإحنا بنتكلم على الجزء الفني حتى يعني مهتم جدا.